بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. أول حاجة عايز أبدأ فيها بيها مع حضراتكم وهي كلمتين بس هقولهم بسرعة جدا. النادي الأهلي فوق الجميع، ولكن تظل مصر دائما هي الأعلى والتي تحتضن الجميع. النادي الأهلي فوق الجميع، ولكن تظل مصر دائما هي المبتغى اللي احنا دايما بنوصل له وبنحاول نوصل له، ويظل اسم مصر دايما الذي يحتضن الجميع، جميع الانديه المصريه. الكلمه دي انا بقولها لانه الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت لغط كبير جدا جدا وحاجات كتيره جدا 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 حصلت خلال الفتره اللي فاتت، هننهيها بالكلام اللي قاله كابتن خطيب النهارده، بعض التصريحات الصحفيه اللي قالها الكابتن خطيب النهارده. مهم جدا 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 ان احنا نقول لحضراتكم ماذا قال كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وانا هقرا البيان.